أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في أول حلقة لينا من حلقات الترم الثاني إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين وبالتوفيق والنجاح إن شاء الله. موضوعنا النهاردة هيكون عن الوحدة الثانية، مبادئ التفكير العلمي، ودي الوحدة اللي أنتم هتدرسوها يا سنة أولى في الترم ده. بأكد تاني إن الوحدة التانية كلها علينا في الترم، لكن هي متقسمة لثلاث مواضيع. موضوع أول بعنوان معنى العلم وأخلاقيات العالم، والموضوع التاني معناه خصائص التفكير العلمي وخطواته، والموضوع الثالث التفكير الناقد والتفكير الإبداعي. طيب إحنا شهر مارس اللي هنمتحن فيه، يا ترى هنمتحن في أنهي جزء؟ هنمتحن في الموضوع الأول اللي هو معنى العلم وأخلاقيات العالم. زي ما احنا شايفين الخريطة الذهنية اللي قدامنا دي يا سنة أولى، إن هي الموضوع الأول اللي احنا هنمتحن فيه، وبالموضوع الأول معناه أو العنوان بتاعه معنى العلم وأخلاقيات العالم. وزي ما احنا شايفين كده الموضوع بارز أهو عندكم فوق، في كل حلقة هنحط لكم اسم الموضوع اللي هيبقى مرتبط بالشهر اللي انتوا هتمتحنوا فيه. فشهر مارس إن شاء الله هيكون عن الموضوع الأول. طبعا زي ما احنا شايفين من الخريطة الذهنية إن احنا هنتناول فيها المعنى اللغوي والاصطلاحي للعلم، هنتناول موضوع العلم، هنتناول هدف العلم، هنتناول مهام رجل العلم، وأيضا هنشوف مع بعض صفات رجل العلم وخصائص المعرفة العلمية. طبعا كلكم بتقولوا لي دي جزيئات كتيرة، فاحنا النهاردة إن شاء الله هنوصل لغاية مهام رجل العلم، وإن شاء الله المحلقة الجاية هنتناول صفات رجل العلم وخصائص المعرفة العلمية. تعالوا كده مع بعض نشوف حلقتنا النهاردة وأول درس لينا معنى العلم وأخلاقيات العالم، وإزاي المعنى اللغوي والاصطلاحي مهم جدا إن إحنا نعرفه. كلنا بندرس العلم، كل العلوم اللي أنتوا بتدرسوها دي كلها خاضعة تحت مسمى العلم. طبعا العلم اختلف لغويا واصطلاحيا من مجتمع لآخر. طيب كلمة العلم دي كمصطلح حديث ظهرت إمتى؟ ظهرت في الثلث الأول من القرن التاسع عشر في أوروبا. وزي ما انتوا عارفين كده يا سنة أولى ان انتوا دايما بتقولوا كلمة علم يعني ساينس، مشتقة من كلمة علم، وهي أساسا ساينس دي مشتقة من الفعل اللاتيني اللي هو بمعناه أن يعرف. أن يعرف يعني معنى كده، بتسألوني بتقولون يعني العلم هو المعرفة؟ أيوة معنى العلم. إن انتوا تساؤلات كتيرة وعايز إجابتها. طيب لما أجي أقول إن العلم في اللغة العربية معناه إيه؟ قال لي معناه النشاط العقلي والدرس العقلي، ده نشاط بيقوم بيه الإنسان. الإنسان ما بيفكر، بيحاول إن هو يعرف، كل دي أنشطة بيقوم إيه فيها علشان يستدل على إجابة لتساؤلاته. طيب بيقولوا لي بعض الفقهاء المسلمين أو العلماء المسلمين زي ابن تيمية وابن حنبل، قال لي أنا هقتصر تعريف العلم ده أو أنا أقول على العلم أطلقه على علوم أصول الدين والتفسير والفقه. ده كان بالنسبة للعلماء المسلمين. يبقى هنا هو الخلاصة اللي احنا شايفينها كده بمعنى العلم لغويا، إنه مشتق من كلمة ساينس اللي هي مشتقة أساسا من الفعل اللاتيني ومعناها أن يعرف. طب في اللغة العربية يعني إيه؟ يعني النشاط العقلي والدرس العقلي. طيب احنا كده خدنا معنى لغوي، احنا عايزين نعرف العلم أكتر وأكتر. تعالوا كده نشوف المعنى الاصطلاحي للعلم. قال لي تعددت تعريفات العلم اصطلاحيا فيعرف من حيث، عندنا نخلي بالنا من النقطة دي يا سنة أولى، احنا دلوقتي هنعرف العلم تعريف اصطلاحي يعني تعريف علمي. قال لي أنا ما هعرفه بالمعنى الاصطلاحي لازم أعرف حاجة اسمها الموضوع، وحاجة اسمها المنهج، وحاجة ثالثة اسمها النتائج التطبيقية. طيب تعالوا نتعرف أكتر وأكتر، يعني إيه الموضوع؟ قال لي يعني دراسة الوقائع والظواهر الحسية اللي بتشير للمعرفة العلمية. يعني أنا لما أجي أقول لك مثلا أو أقول لك العلم الاقتصاد ده بيدرس إيه؟ موضوعه إيه؟ هتيجوا تقولوا لي موضوعه بيتكلم عن التجارة مثلا، بيتكلم عن السلع، بيتكلم عن الخدمات التجارية كلها، ده موضوعه. طب لما أجي أقول مثلا في علوم طبيعية كتيرة زي علم الفلك، يبقى أنا هنا بدرس إيه؟ علم الفلك، يبقى الموضوع اللي أنا بهتم بيه إيه؟ علم الفلك، ده الموضوع. لما نيجي مثلا اقول لكم انتوا عندكم العلوم الجيولوجيه او علم الجيولوجيا، انتوا بتدرسوا فيه ايه يا سنه اولى مثلا؟ هتقولوا لي بيدرس دراسه الارض، باطن الارض، بيتعرف على الاشياء اللي موجوده في باطن الارض. يبقى الموضوع اللي بيدرسه هنا هو عايزه ادرسه عشان اوصل لقوانين ونظريات. يبقى الماده اللي هنا اللي هي المعرفه الايه؟ العلميه. الماده اللي انا بدرسها ايه هي؟ موضوعها ايه؟
هل موضوعها عن السلوك الإنساني مثلا، موضوعها عن دراسة الأرض، موضوعها عن إن أنا عايزة أعرف الظواهر الاجتماعية اللي موجودة في المجتمع، الموضوع وده بتبقى خاضع للتجربة. طيب تعالوا نشوف كده، يبقى احنا كده فهمنا الموضوع. طب المنهج، قال لي دي الطريقة بقى، الطريقة اللي بيستخدمها العلماء علشان ينتجوا لي إيه؟ قوانين ونظريات علمية. مش احنا عندنا قوانين مثلا ان كل المعادن بتتمدد بالحرارة؟ طب انت جبتها منين؟ قال لي انا طبقت حاجة اسمها المنهج التجريبي. دي طريقة المنهج التجريبي، قال لي ان انا بجيب الجزيئات وبعمل عليها تجارب وبعد كده اعننها، انتقل من الجزء للايه؟ للكل. دي طريقة اهو بيعملها العلماء عشان يتوصل للايه؟ لقوانين ونظريات. يبقى دي طريقة المنهج التجريبي. طب في طرق تانية؟ قال لي اه، في مثلا طريقة المنهج الوصفي زي اللي بيدرسوه العلماء اللي بيدرسوا علم دراسة الإنسان. عشان يدرس دراسة الإنسان بيعمل إيه؟ بيستخدم حاجة اسمها المنهج الوصفي، بيدرس فيه المجتمعات. وغيرها من المناهج اللي موجودة، المنهج الاستبطاني، المنهج الاستقرائي، وغيرها من المناهج اللي انتوا هتسمعوا عنها، يعني الطريقة اللي بيستخدمها العالم علشان ينتج بيها إيه؟ القوانين والنظريات العلمية. تمام. طيب هو هنا درس الموضوع وخضعه لبعض التجارب والظواهر، درسها ودرسها بطريقة معينة عشان يوصل لقوانين ونظريات. بتيجي تالت نقطة بقى المترتبة عليهم، اللي هي النتائج التطبيقية، نتائج العلم. هو بعد ما عمل كده وبعد ما درس وبعد ما استخدم طرق كتير عشان يوصل لهدفه، ايه اللي حققه؟ قال لي حقق حاجات كتيرة، حقق الأجهزة اللي في ايدينا دي، التابلت اللي في ايديكو، اللاب، الكمبيوتر، المحمول، الطائرات، كل معظم الأجهزة الحديثة زي السيارة الكهربائية، الميكروسكوب، المبرد الهواء، وغيرها وغيرها سنة أولى من بعض الاختراعات اللي هي نتاج العلم. إن أنا بقول عليها دي نتاج الإيه؟ العلم. فعشان كده بقول عليها إيه؟ النتائج الإيه؟ التطبيقية. يبقى الخلاصة من الجزء اللي احنا خدناه دلوقتي مع بعض كده واحدة واحدة، اللي هو تعريف العلم اصطلاحيا. طب عشان أعرفه لازم أعرفه من حيث إيه؟ قال لي من حيث الموضوع، ومن حيث المنهج، ومن حيث النتائج الايه؟ التطبيقيه. طب احنا عشان نفهم الجزء اللي احنا خدناه ده دلوقتي اللي هو معنى العلم لغويا واصطلاحيا، تعالوا كده مع بعض نشوف بعض الاسئله. بس قبل ما نشوف بعض الاسئله، ان احنا الخلاصه اللي طلعنا منها، طلعنا بمفهوم العلم، وده موجود عندنا في بنك المعرفه، ان انا اقدر اقول على العلم ايه؟ ان كل نشاط عقلي وتجريبي بينصرف لمحاوله تفسير وفهم ظواهر الكون. بيحاول يفسرها ازاي؟ ما هو نشاط عقلي اهو وتجريبي زي ما احنا ما قلنا، بيحاول انه يفسر ويفهم الظواهر وفق ايه؟ برافو عليكم، منهج وطريقه منظمه وايه؟ ومرتبه. ده ممكن اطلع بيه كخلاصه لتعريف الايه؟ تعريف العلم، وده موجود عندنا. تعالوا نشوف بعض الاسئله كده عشان نفهم اكتر. لو انا قلت لك او قلت لك ان العلم هو المنقذ من بحر الظلام والجهل وعدم المعرفه، يا ترى يمثل ذلك احد مفاهيم العلم من حيث ايه؟ المنهج، هو هنا ذكر لي الطريقه، اللغه اللي ذكرها، طيب النتائج التطبيقيه ذكر هنا حاجه من النتائج التطبيقيه، الموضوع هل ذكر حاجه هنا من الموضوع اللي احنا خدناه؟ ان الطريقه هنا شرح لي المنهج ان هو الطريقه، هل هنا شرح لي الطريقه اللي استخدمها وعمل ايه وجاب نظريات او قوانين؟ هل هنا كانت نتائج تطبيقية؟ بتقولوا لي برضو لا. طب هنا شرح الموضوع؟ لا. أمال هنا إيه؟ برافو عليكم. ما إن أنا ممكن أقول إن العلم هو فعلا المنقذ من بحر الظلام والجهل وعدم الإيه؟ المعرفة، زي ما قلت لكم قبل كده إن أنا ممكن أقول إن العلم هو الإيه؟ المعرفة، تعريف إيه؟ لغوي. برافو عليكم، يبقى الإجابة هنا إيه؟ اللغة. تمام، تعالوا نفهم ونعرف أكتر. يقول كلود برنر يعبر العلم عن وقائع تجريبية تكشف أمام الباحث، يعني وقائع تجريبية بتكشف أمام الباحث، يعني دراسة الوقائع والظواهر الحسية بمعنى أصح. يعني المقولة السابقة دي بتعبر عن معنى العلم من حيث إيه؟ مين اللي قال؟ هل هنا المنهج؟ هل هو هنا استخدم طريقة معينة عشان يوصل؟ هو بيوضحها لي؟ طيب بتقولوا لا. هل هنا الهدف؟ هل هنا من حيث هدف العلم؟ بتقولوا لا. طب نتائج تطبيقية؟ وضح لي ان هو توصل عن طريقها. ام هي الموضوع؟ برافو عليكم، فكروا كده وجاوبوا على الشات يا سنة أولى. برافو عليكم، معظمكم هو كتب الايه؟ الموضوع. لان كلود برنر هنا بيقول لي ان العلم بيعبر عن وقائع تجريبية تكشف امام الباحث، يعني دراسة الوقائع والظواهر الحسية دي بيقدر يعملها ايه؟ بيقدر يخضعها للتجربة عشان يوصل لقوانين ونظريات حوالين هذه الظاهرة او حوالين هذه الوقائع.
يعني ان في نطاق الماده الايه المعرفه العلميه. برافو عليك. ويبقى هنا كلود بتاعته بتشير لايه؟ بتشير الى الموضوع. تمام، تعالوا نفهم اكتر. اهتم جاليليو في ابحاثه بالعلوم الطبيعيه خاصه علم الفلك. هو خاصه هنا هو مهتم بعلم الايه؟ بعلم الفلك. طب بيعبر ذلك عن ايه؟ الموضوع، اللغه، ها، النتائج التطبيقيه، المنهج. جاوبوا انتوا بقى في الشات. يلا برافو عليكم. هو هنا بيهتم بالعلوم الطبيعيه بس، العلوم الطبيعيه بس خاصه اتناول علم الفلك. انا مش عايزه اقول كلمه قبل كلمه علم الفلك، لو قلت اتناول موضوع، برافو عليكم كتبتوها اهو، موضوع علم الايه؟ الفلك. يبقى هو بيدرس علوم طبيعيه بس خاصه هو اهتم بعلم الفلك كموضوع للدراسه، عايز يدرس علم الفلك علشان يقدر يوصل لقوانين ونظريات في هذا الموضوع. ودراسة علم الفلك دي من الدراسات والظواهر اللي هي الايه؟ الفلكية. برافو عليك. ويبقى هنا ايه؟ الموضوع. تعالوا نشوف سؤال اخر. اعتمد ابن الهيثم على دراسة الحالات الجزئية للوصول الى قانون عام، ده هيجسد ايه؟ العلم من حيث ايه؟ برافو عليك، وانا سامعاك وهو انتوا بتقولوها. برافو، كتير كتبوها. هل النتائج التطبيقية، المنهج، الموضوع؟ برافو. هو قال لي انا هدرس حالات جزئية، ها، عشان يوصل لقانون عام، يعني هنا استخدم الايه؟ برافو عليك، وبتقولوا لي المنهج التجريبي، يبقى هنا الاجابه الصحيحه ايه؟ المنهج. تمام، برافو عليكم. يبقى احنا كده هو فهمنا الموضوع وفهمنا المنهج، ازاي ان احنا نقدر نجاوب عليها لو جالنا اي سؤال فيها. طب السؤال الاخير بالنسبه لنا، لو قلت الميكروسكوب، السياره الكهربائيه، مبرد الهواء، التليفون المحمول، السماعات الحديثه، دي هتعبر عن المعنى العلمي من حيث ايه؟ هل هنا منهج؟ هل هنا اتكلم عن اللغة، عن الموضوع، عن النتائج التطبيقية؟ برافو عليكم، احنا لسه قايلينها اهي، مجموعة التطبيقات اللي توصل اليها العلم واللي بننعم بيها في حياتنا دلوقتي، الأجهزة العلمية دي كلها من نتاج الايه؟ من نتاج العلم. يبقى فعلا هي الإجابة الصحيحة زي ما انتم كتبتوا كده، برافو، اللي هي النتائج التطبيقية. برافو يا سنة أولى. يبقى احنا كده اتناولنا أول جزء عندنا هنا هو في المعنى الاصطلاحي للعلم والمعنى اللغوي للعلم. زي ما بقول لكم كده، كتير من الأمثلة انتوا تقدروا تطبقوها وتقدروا تطلعوها منها الموضوع والمنهج والنتائج التطبيقية. يعني انا لما اقول ان علم الكيمياء مثلا، او علم الفيزياء، او علم الأحياء، لما امسك علم واطلع منه الموضوع والمنهج والنتائج التطبيقية، يمكن ابسطها علم الكيمياء ان بيدرس تفاعلات عندنا. طب المنهج، المنهج التجريبي اللي بيعتمد على الملاحظه والتجريب وغيرها. النتائج التطبيقيه ان احنا بنوصل للادويه، وهكذا. احنا عندنا امثله كتيره جدا، وزي ما احنا ما شفنا برضو بعض الامثله دلوقتي والنماذج عندنا اللي وضحت لنا الموضوع والمنهج والنتائج الايه؟ التطبيقيه، وعرفنا معنى العلم من الناحيه اللغويه، وقلنا كمان وضحنا ان ازاي ان العلم دوت هنا معناه التساؤلات، ان العلم هنا جاوب على كثير من التساؤلات اللي كانت مطروحه في النفس البشريه حاولت تسالها علشان تحصل على اجابات، فهنا كان نتيجتها ان احنا توصلنا الى الايه؟ توصلنا الى العلم. تعالوا نشوف جزء تاني معانا مع بعض كده. ثانيا، موضوع العلم. يا ترى العلم هنا بيدرس ايه؟ قال لي رجال العلم ده او رجل العلم بيدرسوا ظواهر احنا بنشوفها، سواء كانت طبيعيه او بيولوجيه او نفسيه او اجتماعيه. طب والظواهر دي اقدر اوصفها؟ قال لي اه. واقدر افسرها؟ برضو ايوه. طيب ملهاش كده تدرج؟ قال لي لا، لازم يكون لها تدرج، ولازم يكون في حاجه من الاهميه ثم الاهم، يعني ثم الاهم ثم الاهم. طب ايه هو التصنيفها ده؟ قال لي علم الفيزياء ده في المرتبه الاولى، ده بيصنف تبع ايه؟ برافو عليكم، بتقولوا العلوم الطبيعيه. طيب وبيهتم هنا هو اكثر فروع العلم بحثا في اطار الكون، عشان كده هو حطوه وتصنف العلوم الطبيعيه بالعموميه عامه. يعني اول تصنيف ان انا احطه في قمه العموميه هي العلوم الطبيعيه. طب مين اشهر حد في او فرع من العلوم دي؟ قال لي علم الايه؟ علم الفيزياء. وزي ما احنا شايفين ان الكون كله طبعا بيدور حوالين العلم الفيزياء، الماده والصوت والضوء والحركه والطاقه وغيرها. طب ايه العلم الثاني؟ قال لي علم البيولوجي، المرتبة الثانية. طب والعلم الثالث؟ قال لي العلوم الاجتماعية، بتيجي في المرتبة الثالثة. طب تعالوا نعيدها تاني كده مع بعض بصورة منظمة مع بعض، قولوها انتوا بقى، هتصنف العلوم لكم مرتبة؟ ثلاث مراتب. مين الأولى؟ المرتبة الأولى مين؟ قمة العمومية. برافو عليكم، العلوم الطبيعية. طب والمرتبة الثانية اللي هي الدرجة الثانية للعمومية، هتكون العلوم اللي ايه؟ برافو، العلوم البيولوجية. طيب وما نيجي في المرتبة الثالثة مين؟ اللي هي نهاية العلوم.
الإنسانية الإيه؟ الاجتماعية. يبقى هنا عمل إيه؟ سلم تدرج العلوم الطبيعية والإنسانية زي ما إحنا شايفين. ممكن يجي لنا عليها أسئلة كده، هو مين اللي في القمة؟ يجيب لنا بعض الأمثلة مش بطريقة مباشرة طبعًا، ومين اللي في المرتبة الثانية؟ وفين في المرتبة الثالثة أو نهاية العمومية؟ طيب احنا عايزين نتعرف اكتر على العلوم الطبيعية ونعرف نماذج للعلوم الطبيعية دي، وعايزين نعرف نماذج للعلوم البيولوجية وايه موضوع دراستها، والمعلوم الانسانية والاجتماعية. خلي بالنا احنا في ثانية موضوع العلم، تعالوا كده نشوفها العلوم الطبيعية. قال لي موضوع دراستها الطبيعة، وانتوا بتدرسوها الحاجات دي كلها، الحرارة، البرق، الرعد، البراكين، الزلازل، ظاهرة قوس قزح، المد والجزر، الجاذبية، الكسوف والخسوف. يبقى كل دول مين اللي بيدرسهم؟ موضوع دراستهم العلوم الايه؟ الطبيعية. برافو عليكم يا سنة أولى. يبقى نخلي بالنا هنا عشان ما يجي لنا أي سؤال نبقى عارفين ده مين اللي بيدرسه ومين اللي بيهتم بدراسته ومين اللي بيهتم بالمواضيع ديت. طبعا العلوم الايه؟ الطبيعية. تعالوا نشوف العلوم البيولوجية كده. قال لي موضوع دراستها الكائنات الحية، زي الاستنساخ اللي بنسمع عنه، زي عملية البناء الضوئي اللي انتوا كلكم درستوها، زي الفيروسات. زي الفيروسات هنا طبعا هنشوفها ان احنا عندنا فيروس كورونا، يعني مين اللي هيدرسه ومين هيهتم بدراسته؟ برافو عليكم العلوم البيولوجية. طب علم الوراثة اللي بيهتم بالعلم الوراثة، دراسة الإنسان وازاي الإنسان والحاجات اللي هو اللي بيتوارثها عن أهله وهكذا، والصفات والجينات والحاجات دي كلها، مين اللي هيدرسها؟ برضو العلوم الإيه؟ البيولوجية اللي هو البيولوجي. برافو عليكم. يبقى العلوم البيولوجية هنا موضوع دراستها الكائنات الحية، وخدنا بعض الأمثلة اللي ممكن يجي عليها أسئلة أو نحن ندي أمثلة من عندنا نبقى فاهمين إيه الأمثلة اللي نقدر نقولها على العلوم البيولوجية. تعالوا كده نشوف العلوم التانية، وهي العلوم الإنسانية الاجتماعية اللي بتهتم بالإنسان، اللي هي العلوم الاجتماعية اللي موضع دراستها هنا بيكون الإنسان وسلوك الإنسان، سواء في علم النفس أو علم التاريخ اللي بيدرس ماضي الإنسان ككل، علم الاجتماع اللي بيدرس الظروف الاجتماعيه للانسان والظواهر الانسانيه والاجتماعيه اللي بيقابلها الانسان، زي مشكله البطاله، مشكله الادمان، العنف الاسري، التنمر، وكثير منها من المشكلات الموجوده في المجتمع اللي احنا بنشوفها في بعض المجتمعات عندنا. فدي من اللي هيهتم بدراستها؟ برافو عليكم، اللي هي العلوم الانسانيه الاجتماعيه. طب ودي بتيجي في نهايه ايه؟ السلم. برافو عليكم، السلم الايه؟ العلوم، ان هي في نهايه السلم او في المرتبه الثالثه منه. برافو عليكم. طيب تعالوا كده هو نتعرف اكتر على اللي احنا خدناه دوت. لما أقول إن قام العالم فرويد بتوضيح الحيل الدفاعية اللي بيلجأ إليها الإنسان عشان يحقق أهدافه. أولاً العالم فرويد ده عايز أعرفكم إن هو مرتبط بعالم علم نفس يعني، وهو عالم مشهور جداً، والحيل الدفاعية اللي بعضكم سمع عنها ودي موجودة في علم النفس هيلجأ إليها الإنسان عشان يحقق أهدافه. يا ترى أنا لما أقول دوت بيوضح ايه او بيصنف ضمن انهي علوم؟ هل هنا العلوم الاجتماعيه، الطبيعيه، النفسيه، البيولوجيه؟ برافو عليكم، ها كتبتوها كلكم اهو في الشات وقلتوها كلكم مع بعض، فعلا هي العلوم الايه؟ النفسيه، لانها واضح ان هي مرتبطه بايه؟ بعلم النفس. طب تعالوا نشوف مثال اخر. من الظواهر التي قمت بدراستها ظاهره البناء الضوئي، والتي تقوم بدراستها العلوم. يا ترى ظاهرة البناء الضوئي دي مين اللي هتقوم بدراستها؟ هل العلوم الإنسانية؟ تقولوا لا. الاجتماعية؟ تقولوا لا. طب العلوم الطبيعية؟ قلتوا لا. طب العلوم البيولوجية؟ ها برافو عليكم، فعلا هي فعلا الإجابة الصحيحة العلوم الإيه؟ البيولوجية، ودي كلكم درستوها في علم الأحياء والعلم البيولوجي. تمام، برافو عليكم. تعالوا نشوف مثال آخر. تعد ظواهر المد والجزر، الكسوف والخسوف، البرق والرعد، دي من أهم الموضوعات اللي بتهتم بدراستها، أنهي علوم؟ تمام، برافو عليكم، هي هي مكتوبة أساساً هي عندنا العلوم الإيه؟ الطبيعية، وزي ما إحنا ما ذكرنا إن كثير من الظواهر دي وغيرها من الظواهر الثانية اللي بتهتم بها العلوم الإيه؟ العلوم الطبيعية، وزي ما ذكرنا كده ونفكر بعدنا إن العلوم الطبيعية دي كانت فين من التدرج السلم يا سنة أولى؟ ها برافو عليكم، في قمة العمومية، يعني المرتبة الإيه؟ المرتبة الأولى. تمام، طب العلوم البيولوجية في أنهي مرتبة؟ برافو عليكم، في المرتبة الثانية. والعلوم الاجتماعية والإنسانية في أنهي مرتبة؟ المرتبة الإيه؟ الثالثة أو نهاية الإيه؟ العمومية. تمام، برافو عليكم. تعالوا بقى نتعرف على نقطة ثالثة وهي هدف العلم.
ودي من الموضوعات الجميلة جدا والمرتبطة بحياتنا. يبقى احنا أول نقطة خدناها مع بعض كده كانت المعنى اللغوي والاصطلاحي للعلم، تمام. وتاني نقطة خدناها ايه مع بعض؟ خدناها موضوع العلم واللي احنا تناولنا فيه دلوقتي، وخدناه سلم تدرج العلوم وعرفناها وسهلة جدا بالنسبة لنا. في نقطة تالتة كده مع بعض هناخدوها، هي هدف العلم. وده اللي احنا بنسأل نفسنا، احنا دلوقتي اهو كل العالم بيحاول انه يبحث عن حلول للكوارث والمشكلات اللي بتواجهه، سواء كانت كوارث طبيعية او غير طبيعية. طب هو بيحاول ليه يعمل كده؟ احنا الانسان هنا بيحاول انه يسيطر، برافو عليكم، ويتحكم على البيئة اللي هي بتكون بيئة متمردة بيعيش فيها، بيئة ممكن تكون بيئة مثارة. ليه؟ لانه بيعيش يتجنب اخطار الطبيعة، في حاجات هو عايز يفكر ازاي هو يتجنبها. زي مثلا الزلازل. الزلازل كتير من الاماكن بتتعرض للزلازل. هدف العلم هنا انه يتحكم ويسيطر الانسان عشان يمنع الكارثه اللي احنا شايفينها دي في الصوره بالعلم. زي اليابان عملت ايه؟ عملت حاجه اسمها هندسه ليها لنفسها كده، هوت هندسه، علم هندسي كويس جدا علشان تقدر تواجه الايه؟ الكوارث اللي بنظام هندسي كده تواجه الكوارث اللي بتحصل لها ديت. يعني بحاول ان هي تعمل البناء بتاعها او المباني بتاعتها بتستخدم فيها طبقات من المطاط عشان يمتص الهزات الايه؟ الارضيه. ده بهدف مين؟ العلم. يبقى هدف العلم هنا خلي بالك يا سؤال، هدفه ايه؟ ان التحكم والسيطره عشان يتجنب الانسان الاخطار اللي بيواجهها والكوارث اللي ايه؟ اللي بيواجهها، تمام. طب البراكين برضه بيحاول الانسان ان هو يتجنب البراكين دي، بيحاول ان يعرف ان البركان ده شيء خامل، البركان ده ناشط، ما بيحاولوش ان هو يعرفه ان هو مواد منصهره انها هتكون مؤذيه، ان هو هيحاول يبعد عنها وما يبنيش جنبها، ويبعد عنها المستعمرات الايه العمرانيه، ما تبقاش قريبه خالص من الاماكن النشطه ديت، لان هو عرف ان الاماكن دي بفضل العلم عرف ان الاماكن دي او البركان ده بركان خامل، بركان ناشط وهكذا. السيول والفيضانات، ودي كانت من زمان جدا، وبهدف العلم هنا انه يتحكم والسيطرة. ومن الانسان من زمان اما فكر بعلمه ان هو يحاول يتجنب مواضيع السيول ديت والفيضانات، عمل ايه؟ برافو عليك، وبنى السدود علشان يتجنب الفيضانات. يبقى هدف العلم هنا كان ايه؟ هدفه انه يعمل ايه؟ التحكم والايه والسيطرة، تمام. الاعاصير اللي بتواجه الانسان والحاجات اللي هي بتواجه دلوقتي ظروف العالم كلها، شايفين احنا بعض الحاجات اللي بنشوفها في العالم كله ان هو بيحاول الانسان انه يواجه الحاجات اللي بتواجهه دي والكوارث بانه بالعلم يعمل مصدات علشان يحاول ان هو يتجنب هذه الاعاصير، ويكون في مصدات كويسة جدا خرسانية بيحاول ان هو يتجنبها وهكذا. يبقى العلم هنا اتدخل في حاجات كتيرة جدا جدا يا سنة أولى. العلم هنا هدفه التحكم والسيطرة. انا مش عايزة اقول امثلة، نقول الامثلة ديت فين واحنا بنحل، نقول الامثلة علشان تبقى مفيدة اكتر بالنسبة لنا. تعالوا كده نشوف مع بعض. اما اقول التخطيط الجيد اللي بيتميز بالدقة والاحتراف في السيطرة على الكثير من المخاطر، ده بيعتبر جسر بنعبر من خلاله فوق الطبيعة المتمردة. ده بيعبر عن العلم من حيث إيه؟ هل هنا أنا وصفت العلم يا سنة أولى؟ هل هنا قلت الهدف من العلم؟ هل هنا أنا وضحت المنهج؟ هل هنا أنا وضحت الموضوع؟ نفكر كده ونكتب على الشات. هنا نفكر، أنا بفكر بعمل تخطيط جيد وفي دقة واحترافية علشان أسيطر على المخاطر اللي بتواجهني. برافو عليك، وزي ما تعودنا إن إحنا بنفهم عشان الطبيعة المتمردة اللي احنا شفناها، الطبيعة المثارة اللي فيها إثارات كتيرة زي الزلازل والبراكين. يبقى هنا هو ده بيعبر عن ايه؟ عن هدف الايه؟ الهدف من العلم. برافو عليكم، هنا المقولة ديت او بتعبر عن هدف العلم، تمام. طب نشوف سؤال تاني كده. الوصول الى لقاح ناجح وفعال عشان اعالج مرض فيروس كورونا للقضاء على المرض في العالم، ده بيعكس هدف العلم من حيث ايه؟ ما هو مش شرط ان الحاجات اللي بتواجه الانسان بس في العالم زي ما احنا شايفين، ما هي الاوبئه دي اوبئه في العالم كله، ده وباء للعالم كله. طب انا هنا هدفي ايه من العلم؟ ان انا هعرف الاسباب، هجمع المعلومات، التحكم والسيطره، الوصول الى القوانين. انا لما اعالج وعايز اتوصل لعلاج فعال زي فيروس كورونا، زي ما توصلنا لعلاج فعال كده لمرض الجديري وغيره من الامراض المستعصيه، وهنا عايزين هدفنا ان احنا نقضي على المرض دوت، ده هدف العلم. هدفه هنا ايه؟ هيعرف اسباب،
بتقولوا لا. بيجمع معلومات بتقولوا لا. بيوصل لقوانين هنا لا. امال هدفه ايه؟ انه يتحكم ويسيطر علشان يقدر يسيطر على الايه، على الفيروس زي ما هو حاصل دلوقتي. يبقى هدفنا هنا، هدف العلم هنا التحكم وايه والسيطره، عشان دي مخاطر الانسان عايز ايه يتجنبها، بيتجنبها بالايه، بالعلم. وهنا بيبقى صوره واضحه جدا لهدف العلم وهو التحكم وايه والسيطره. برافو عليكم سنه اولى. طب لو قلت عمل بناء السد العالي على التخفيف من اثار الفيضان، ده بيعكس برضو هدف العلم من حيث ايه؟ خلاص انتوا قلتوها بقى كلكم وجاوبتوها اهو في الشات، برافو عليكم. فعلا الاجابه هتكون ايه؟ تمام، برافو عليكم، وهي التحكم والايه والسيطره، وده بيكون هدف الايه؟ هدف العلم. واظن كده ان هدف العلم بيكون واضح لينا كويس جدا وسهل جدا، ما فيهوش اي ايه، ما فيهوش اي مشكله بالنسبه لكم. فهنيجي هنا ننتقل لنقطه مهمه جدا بعد هدف العلم وبعد المعنى الاصطلاحي واللغوي للعلم وبعد موضوع العلم. بنقول ان العلم ده بيدرس لنا جانبين، ايه هم يا ترى؟ قال لي جانب نظري وجانب تجريبي. عشان كده العلماء عندنا هيبقوا عندنا فريقين، فريق اول وفريق تاني. الفريق الاول دول علماء متخصصون في التنظير العقلي. يعني ايه ميس التنظير العقلي؟ كلمة التنظير العقلي دي يعني ان هو يكتشف قوانين ونظريات علمية. يبقى علماء متخصصون في التنظير العقلي، هو هنا جرب حاجة؟ لا، قال لي انا عايز بس اكتشاف قوانين ونظريات ايه علمية. وعطاكم بعض في كتابكم، في كتاب المدرسة، عطاكم بعض الامثلة، زي عندك نيوتن ان هو وضع قوانين الجاذبية، وداروين صاحب نظرية التطور، وأينشتاين لما وضع نظرية النسبية، والدكتور مصطفى مشرفة لما وضع أبحاث حول شرح بعض يعني بعض العلوم زي ميكانيكا الكم والهندسة الوصفية وإيه وغيرها. وتقدروا تجيبوا الحاجات دي برضو من بنك المعرفة وتتعرفوا على كل عالم من العلماء، بل بالعكس كمان تطلعوا علماء تاني في التنظير العقلي أكتر وأكتر، زي مثلا أرشميدس اللي وضع نظرية الطفو وغيره من العلماء. ودول اقدر اقول عليهم علماء متخصصون في التنظير الايه العقلي. هقول تاني كلمه تنظير عقلي هنا معناها اكتشاف القوانين والنظريات العلميه فقط. هو عايز كده يكتشف قوانين ونظريات علميه. وزي ما احنا شايفين حتى امثله العلماء ان هم كانوا متخصصين في التنظير العقلي فقط، ان هم بيحاولوا ان هم يوصلوا لقوانين ونظريات علميه. طب ده فريق، طب ده الجانب النظري. طب تعالوا نشوف الجانب الثاني، قال لي دول علماء متخصصون في تكنولوجيا التجربة، يعني دخلوا المعمل وعملوا اختراعات، يعني بيمكنهم هنا ايه، برافو عليكم، ابتكار اشياء من خلال تطبيق القوانين والنظريات العلمية. يعني وصلوا الحاجات من خلال ايه، تطبيقها بقى. هنا طبق القوانين اللي هنا، هو بقى ابتدى يطبقها ويستفيد بيها. وعطانا مثال زي الدكتور احمد زويل، واحنا عارفين ان هو اكتشف موضوع الفيمتو ثانية وغيرها من الأشياء اللي هو قام بابتكارها. أيضا نقدر نقول العلماء متخصصون في تكنولوجيا التجربة زي جاليليو اللي قام بتطوير التلسكوب وغيره من العلماء اللي احنا هنشوف بعض الأمثلة ليهم. ممكن كمان نفتكر أديسون عمل اختراع المصباح الكهربائي، ده متخصص في تكنولوجيا التجربة، حاول 100 مرة لغاية ما اخترع المصباح الكهربائي. يبقى هنا متخصصون في التكنولوجيا الايه التجربة. يبقى احنا نحاول هنا سنة أولى ان احنا نطلع من بنك المعرفة ونبحث عن علماء متخصصون في التنظير العقلي عملوا ايه، وعلماء متخصصون في تكنولوجيا الايه التجربة. طب تعالوا نشوف كده، نتعرف اكتر واكتر على الجانب النظري والجانب التجريبي. هنا استطاع العالم ماكس بلانك وضع الأسس والمبادئ الفكرية لنظرية الكم. يا ترى العالم ماكس بلانك ده من العلماء المتخصصين في ايه؟ طب نرجع للسؤال، هو عمل ايه؟ قال لي وضع أسس ومبادئ فكرية لنظرية الكم. يعني مفيش حاجة هنا عملية، أسس ومبادئ. تعالوا بقى تشوفوا كده، هل هنا تكنولوجيا المعرفة هو متخصص في النتائج التطبيقية، في التنظير العقلي، في تكنولوجيا التجربة؟ يا ترى هو من العلماء المتخصصين في ايه؟ تمام، ده وضع لنا مبادئ واسس بس فكريه. يبقى هنقول ايه؟ برافو عليكم، التنظير الايه؟ التنظير العقلي. طب تعالوا نشوف حاجه ثانيه كده، استطاع العلماء هنا ان هم يستفيدوا من قانون الطفو الارشميدس في صنع السفن والغواصات. ده بيعبر عن جانب العلم كجانب ايه؟ كجانب هنا نقدي، كجانب هنا في تنظير عقلي، كجانب تجريبي، كجانب معرفي. برافو، انا شايفاكم وانتوا بتقولوها، واساسا سامعاكم كمان وانتوا قلتوها وكتبتوها على الشات، برافو عليكم. يبقى هنا قانون الطفو والارشميدس انا استفدت منه
عملت مراكب، عملت سفن، عملت غواصات، برافو عليكم. يبقى معنى هنا تجريبي، طبعا ده كجانب ايه؟ كجانب تجريبي. لكن لما اقول ممكن السؤال يجي تاني برضو عن ارشميدس، واقول ان ارشميدس هو صاحب نظرية او وضع نظرية النظرية اللي عندنا اللي هي الطفو. طيب لو هو وضع نظرية الطفو ارشميدس، يبقى انا وسكت، يبقى هتقولوا لي جانب التنظير الايه؟ العقلي. تمام، برافو عليك، ويبقى جانب التنظير العقلي. لكن انا هنا استفدت منين؟ استفدت من قانون الطفو وعملت بيه حاجات، يبقى هنا جانب ايه؟ تجريبي. تمام، يعني تكنولوجيا الايه؟ تكنولوجيا التجربة. طيب تعالوا نشوفوا رابع نقطة عندنا واخر نقطة عندنا ومهمة جدا جدا، هي مهام رجل العلم. يا ترى مهام رجل العلم ايه هي؟ قال لي انا عندي ثلاث مهام لرجل العلم. نخلي بالنا دي رابع نقطة عندنا، ودي مهمة جدا يا سنة أولى، وبيجي عليها أسئلة كلها أسئلة فهم، وسهلة جدا وبسيطة جدا وكلها من الواقع عندنا. يبقى احنا كده أخذنا المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، وبعدين خدنا موضوع العلم، وبعدين خدنا هدف العلم، وتناولنا ان العلم له جانبين، جانب نظري وجانب تجريبي. دلوقتي هنتناوله مع بعض مهام رجل العلم، ودي من الموضوعات المهمة جدا وفي نفس الوقت الموضوعات اللي احنا يعني بنتناولها. المهمة الاولى الوصف، وكاتب لنا بين قوسين هنا ان هي ممكن اندركها تحت التصنيف. يبقى المهمة الاولى الوصف، رجل العلم بيعمل ايه؟ بيوصف اللي بيشوفه واللي بيسمعه، وبيبص على الوقائع الحسية اللي بيراها، ويجمع لينا بعض الايه؟ المعلومات عنها، وممكن يصنفها في اسم معين ويعرف لنا العملية دي بعملية الايه؟ بعملية التصنيف، زي الجدول الدوري مثلا، ان احنا هنا بنحط فلزات ولا فلزات، يبقى دي ممنوع، حاجة من نوع كأنها ايه؟ تصنيف، برافو عليكم. ان بيصنف الحيوانات حيوانات فقارية ولا فقارية، يبقى هو وصف. أو النبات، نبات بيعيش في الضوء ونبات ما بيعيش في الضوء، وهكذا. يبقى الوصف هنا، الوصف بيقود لعملية التصنيف، لكن هنا لما بيوصف بيوصف كل الكائنات، بيعرف بيشوف معلومات عنها. يعني البراكين مثلا بيوصف لي البركان وبيقول لي إن هو خروج مواد منصهرة وأبخرة من باطن الأرض، بيوصف لي الزلازل وبيقول لي إنها انكسارات بتبقى موجودة على في الأرض، وهكذا. يعني بيوصف نمو الخلايا شكلها إيه، بيوصف الشمس، بيوصف كل شيء بيوصفه. يبقى دي المهمة الإيه؟ المهمة الأولى. طب بتليها يعني بعد المهمة الأولى، بعد ما لاحظ وبعد ما وصف، يعمل إيه؟ قال لي بقى يفسر، إن هو بيبقى التفسير هنا العثور على أسباب إيه؟ الوقائع الحسية. ليه؟ إيه السبب بتاعها اللي بنراها دي؟ بهدف إن أنا عايزة أفهم الظواهر المحيطة بالإنسان، عايزة أعرف ليه حدثت أساساً، ليه المعادن اتمددت بالحراره نتيجه لايه؟ نتيجه للحراره العاليه، طب وايه اللي حصل فيها؟ وهكذا. التفسير حتى الظواهر اللي احنا بنعيش فيها او التنمر وغيرها من الظواهر اللي موجوده عندنا تبقى تفسير، فهنا بيحاول ان هو ايه؟ يفسرها. طيب ثالث نقطه او ثالث حاجه بترتبط بالايه؟ بالتنبؤ. يعني بعد الوصف والتفسير بيجي لنا المرحله الثالثه من عنده، او المهمه الثالثه لرجل العلم، وهي بتكون التنبؤ. والتنبؤ هنا يا سنه اولى بيكون مرتبط ارتباط وثيق بالتفسير. التنبؤ هنوصل بيه للقوانين العلميه اللي احنا بناخدها بقى نتيجة المعلومات، ونقوم بقى بتعميمها ونتنبأ بحدوث ظاهرة معينة. يعني انا فسرت بتنبأ، زي مثال بسيط كده هقوله لكم حياتنا. احنا بنشوف دايما قضبان السكك الحديدية واحنا ماشيين، او قضبان المترو، انها بتكون مفصولة عن بعضها بمسافة بسيطة جدا، بين كل قضيب وقضيب بيبقى في مسافة سايبينها حاجة بسيطة جدا. طب ليه؟ تفسير لكده ايه؟ قال لنا الحديد بيتمدد بالحرارة، فنتيجة للاحتكاكات ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة الحديد هيتمدد. فنتيجة للتفسير ده بقى فيه تنبؤ، لو احنا ما سبناش الفراغ ده ممكن يحصل فيه كارثة، فاحنا لازم نعمل ايه؟ نسيب الفراغ ده عشان ما يحصلناش حوادث، ان ممكن القطر يتقلب، المترو يتقلب. ليه؟ نتيجة لاعوجاج الحديد، ما هو لما يتمدد هيروح فين؟ يبقى لازم اسيب له ايه؟ مسافة بين كل قضيب وقضيب من القضبان علشان ما تحصلش الكوارث دي. يبقى هنا التفسير مرتبط ازاي بالتنبؤ؟ شفتوا ازاي التفسير خلانا ان احنا نتنبأ قبل حدوث الكارثة عشان نمنعها؟ يبقى هنا هوت من مهام رجل العلم، الوصف، التفسير، التنبؤ. ويمكن عندنا في الكتاب ظاهرة الاحتباس الحراري، وده المثال اللي ذكره في الكتاب برضو عشان يبقى عندكم خلفية بيه، ان ظاهرة الاحتباس الحراري دي ظاهرة عالمية وكل وسائل الاعلام بتتكلم عنها، نتيجة لارتفاع درجة الحرارة سطح الكرة الارضية
هيؤدي لظاهرة الاحتباس الحراري، وده بتؤدي لذوبان الجليد سواء في القطبين الشمالي والجنوبي، وهينتج عنها أو التنبؤ اللي هم قايلين عليه العلماء إن هترتفع كمية مياه في البحار والمحيطات، إن هتتغلغل في جزء منها من أراضي الدلتا، إن هيحدث نقص في بعض الأراضي الزراعية، إن هيكون في انخفاض إنتاج واستيراد من الخارج لسد العجز، وده هيؤثر على الاستثمارات وهكذا. طبعا ده بيتكلم عن العالم كله وبيتكلم عن الجزء اللي يخص بعض الدول. ده بالنسبة لظاهرة الاحتباس الحراري. طب تعالوا كده نتعرف أكتر وأكتر على مهام رجل العلم، نشوف كده مع بعض. سؤال العلم عن لماذا حدثت المشكلة؟ ليه حصلت المشكلة دي؟ يجسد إحدى أهدافه المتبقى. هل هنا الضبط، الوصف، التنبؤ، التفسير؟ ليه حدثت المشكلة يا ترى؟ طب هنا السؤال ده بيجاوب عن إيه؟ بيجسد إحدى أهداف العلم المتمثلة في إيه؟ برافو عليكم. ليه حصلت المشكلة؟ يبقى أنا بعمل إيه هنا؟ بفسرها، أنا عايزة أعرف السبب بتاعها. تمام. طب نشوف سؤال تاني. لما بيتخطى دور العلم الوصف والملاحظة، أنا خلاص وصفت ولاحظت زي ظاهرة لظاهرة مثلا زي التنمر، يبقى العلم هنا يروح فين؟ ينتقل بعد كده لإيه؟ إنه يجرب، إنه يتحكم، إنه يفسر، إنه يتنبأ. بعد الوصف والملاحظة بتيجي إيه يا سنة أولى؟ هتيجي إيه المهمة التانية لرجل العلم؟ كلكم كتبتوها فعلا، بتيجي لإيه؟ التفسير. برافو، تمام كده. طيب نشوف سؤال تاني. يقول ألبرت أينشتاين: بالخيال نستطيع رؤية المستقبل. إحنا من خلال الخيال نقدر نشوف رؤية المستقبل. المقولة السابقة دي بتعكس أحد مهام رجل العلم. يا ترى هيشوف المستقبل في الوصف؟ تقولوا لا. في التحكم؟ لا. تفسير؟ لا. طيب في إيه؟ في التنبؤ. إحنا لسه قايلين أهو، لسه قايلين مثال أهو، إزاي إن التفسير خلانا نتنبأ بإيه اللي هيحصل. تمام. زي ما هو بيدرس حاجات كتيره وبيتنبأ عنها، يبقى بالخيال بتاعه هيستطيع ان هو يرى المستقبل. ان هنا بيعبر عن مهام رجل العلم وهي ايه؟ التنبؤ. يرجع علماء الاجتماع زياده الهجره من الريف الى المدن الى انخفاض العائد من الزراعه والتركيز على خدمات معينه في المدن. طب ده بيشير لاحدى مهام رجل العلم. يا ترى هنا الوصف، تفسير، تنبؤ، التحكم، هو هنا عمل ايه؟ قال لي بيرجع علماء الاجتماع. يعني بيرجع هنا معناها ايه؟ انه بيفسروا. برافو عليكم. ان زيادة الهجرة من الريف للمدن لانخفاض، عطاني سبب، عطاني سبب، عطاني تفسير. يبقى معنى كده هو ايه؟ هي فعلا، برافو عليكم، زي ما كتبتوا كده على الشات، ان هي الايه؟ التفسير. تمام. تعالوا نشوف سؤال تاني. اعلان هيئة الارصاد الجوية توقع ارتفاع درجة الحرارة الاسبوع المقبل. ده يشير ذلك إلى إحدى مهام رجل العلم، وهي وده اللي إحنا معصرينه دلوقتي. كل حاجة بيقولوا لنا قبليها بثلاث أيام، يا ترى توقعاتنا إيه لدرجة الحرارة؟ هل هنا الوصف، التفسير، التنبؤ، التحكم؟ برافو عليكم. ده إحنا بنتوقع في الأسبوع المقبل، يعني معنى كده بنعمل إيه؟ بيعمل إيه رجل العلم هنا؟ التنبؤ. برافو، تمام. يرجع علماء الاجتماع أسباب ظاهرة تأخر سن الزواج إلى انخفاض المستوى الاقتصادي. يشير الموقف السابق إلى إحدى مهام رجل العلم. يا ترى هنا هو بيقول لنا إيه؟ إحنا لسه هنقولها تاني، إحنا قلنا قبل كده أهو، بيرجع العلماء. طالما بيرجع العلماء بيعملوا إيه؟ وبيقولوا أسباب. طب يعمل هنا إيه؟ معناها إيه؟ إن هنا جرب، إن هنا تنبئ، إن هنا تحكم، إن هنا فسر. تمام، برافو عليكم. كلكم قلتوها وكتبتوها أهو على الشات. تمام، يبقى عطى سبب، يعني عطى إيه؟ تفسير. سن الزواج ليه اتأخر؟ يبقى الانخفاض المستوى الايه؟ الاقتصادي. تمام، يبقى هنا مهمته التفسير. طب نشوف السؤال ده بيقول لنا: الحكمة الحقيقية ليست في رؤية ما هو أمام عينك فحسب، بل في التكهن بما سيحدث في المستقبل. دي حكمة. طب العبارة هنا بتعكس مهام، أحد مهام رجل العلم. أنت مش اللي أنت شايفه قدام عينيك دلوقتي، بل في التكهن بما سوف يحدث في المستقبل، علشان يقدر يتجنبه. زي ما احنا ما شفنا الفيضانات عمل بيها ايه؟ بنى السد الايه؟ بنى السد العالي. يبقى هنا بيحاول ان هو يعمل ايه؟ بيحاول ان هو يتنبأ علشان ما يحصلهوش اي ايه؟ ما يحصلهوش اي ضرر. برافو عليكم. يبقى هنا هل التفسير؟ هل الوصف؟ هل التنبؤ؟ هل التحكم؟ برافو عليكم. يبقى الحكمه مش في رؤية الأشياء اللي احنا بنشوفها أمام عينينا، لا، بالتكهن بما سيحدث إيه؟ في المستقبل. وعندنا أمثلة كتيرة يا سنة
أولى إن إحنا نقدر نقولها من عندنا، وفعلا هنا الإجابة هتكون التنبؤ علشان يقدر إن هو يتجنب الظواهر دي كلها، زي مثلا تلوث مياه البحار. أما أقول له بيقول لي أنا حوصف هشوف إن هي لونها اتغير، أو تلوث مياه نهر النيل إن لونه اتغير. طب التفسير إيه؟ قال لي إلقاء الملوثات. المياه نهر النيل بيرموا فيها الصرف الزراعي والصرف الصناعي يكون فيها، فكل ده تفسير. التنبؤ هيبقى فيه إصابة بالأمراض، هيتأثر هنا هو تموت الأسماك، هتقل الثروة السمكية بالنسبة في الأنهار وغيرها، يعني هيكون فيه إيه؟ تدمير بيئي. يبقى هنا هو اللي إحنا خدناه النقطة الأخيرة، وهي نقطة مهمة جدا من مهام رجل العلم، هي الوصف والتفسير والتنبؤ، وشفنا إزاي أمثلة عليها. بكده بنكون انتهينا النهاردة من درسنا. شكرا جزيلا لكم مع عطشة بالأمنيات بالنجاح والتفوق.